لكن يعني مباراة غريبة جدا. طيب بالنسبة للدوري يا كابتن بشكل عام، المنافسة في الهبوط حضرتك شايفها ازاي؟ لأنه يعني 8 فرق، أنا بصراحة 32 33 4 فرقتين 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 35 مفيش أو ولا في 35 بنك الأهلي بنك والداخلية هيلعب الإسماعيلي، يعني بعد ماتش الأهلي الداخلية هيلعب الإسماعيلي. مباريات صعبة هتبقى جدا. شايف مصيرية. مين الأقرب من وجهة نظرك؟ الأقرب من وجهة نظري الحرس خلاص، الحرس خلاص، هو لك في اتنين. فرقتين، في فرقتين يعني عندك محل. يعني أنا عشان أقول الأقرب لازم أعرف، لا يعني مثلا البنك الأهلي أنا عارف إن اللي عندهم الماتشين اللي جايين محلة في محلة ماتش صعب جدا لأن المحلة محتاجة الماتش، والماتش اللي بعديه فيوتشر صعب جدا لأن برضه عايز يكمل يلعب تالت بالظبط كده، فيوتشر فقد لا تالت أو رابع هيلعب كونفدرالية بالظبط، بالعكس فهو عايز يكسب برضه يعني فيوتشر ماتش يهمه، فهنا صعوبة على البنك الأهلي بشكل كبير جدا. يعني أنا أقول لك لو البنك الأهلي خسر ماتش المحلة أنا أقول لك 70% هيبقى من ضمن الهابطين. ياه طبعا البنك الأهلي وهو ال 35 بونت، ما هو ال 34 هيبقى 37 وال 33 هيبقى خلي بالك. لا ما هو ال 36 34 مثلا الداخلية 34، شوفوا لي يا شباب لا الحاجات دي لو سمحت. الإسماعيلي 34 وسيراميكا كليوباترا 34 متهيألي سيراميكا والإسماعيلي، سيراميكا والإسماعيلي 34 هيكسبوا ماتش هيبقوا 37 37 هيبقى لسه لازم 38 ماشي، هو عشان على لسه في حسب ماتش خلي بالك في الاخر. بالظبط يعني الاسماعيلي عنده الداخليه والاتحاد كويس، لو كسب ماتش من الاثنين هيقعد، لا وهو عنده 34. لا ليه؟ ما ممكن لان اللي في عنده فرق تانية 32 مش يلحق. هتوصل لل 38 خالص. ال 32 ده فاضل لا ما ماتشين. هي 38 دي معناها ان انت قعدت رسمي خلاص. بس 37 دي هستنى لغايه نتائج فرق تانية، نتائج فرق تانية للماتش الاخراني. فاحنا الدوري بتاعنا من عجائب الدوري بتاعنا ان المنافسه فيه على الهبوط، يعني انت تستمتع جدا لما مش على يعني احنا المفروض الدنيا تتشقلب، يبقى مثلا في الناس بتشوف ست اهلي فرق، ست فرق بتنافس على المركز الاول على البطوله، يعني في منافسه. لا النادي الاهلي بينه وبين اي فريق في مصر خطوات بعيده جدا كفنيات، يعني انت بتشوف دلوقتي الصراع على الهبوط بقى حاجه لذيذه. ماتشات حلوه بصراحه. بس ماتشات صعبه بيني وبينك، ماتش يعني تخيل حضرتك ان العاشر سموحه 36 نقطه مهدد بالهبوط ممكن ينزل، بعدها البنك الاهلي 35 سيراميكا 34 اسماعيلي 34 مين 33 اسوان 33 المحله 32 والجيش 32 والداخليه 32 اهو مش كده؟ اهو اهي الداخليه الداخليه يا كابتن ال 16 او ال 15 انا اسف، الداخليه ال 15 عنده ال 16 عنده 32 نقطة. طيب يا يعني بص خبر. يا كابتن كل ده لغاية الدوري كله مهدد بالهبوط من عجائب الدنيا. بص الجدول، لا من عجائب بص الدنيا يا يعني من اول فاركو تقريبا فاركو 41 بعيد عدى 36 ده سموح يعني تاسع التاسع 11 12 13 14 15 16 17 18 تسع فرق بيصاروا على الهبوط، بيصاروا على الهبوط نص الدوري نص فرق الدوري، يعني سموحة بنسبة كبيرة خلاص يعني عايز نقطة أو نقطتين. البنك الأهلي 35 نقطة، سيراميكا كليوباترا 34، إسماعيلي 34، طلائع الجيش 33، أسوان 33، داخلية 32، غزل المحلة 32 برضه. أنت عارف يا كابتن إسلام أسوان وغزل المحلة من 10 أسابيع كانوا 32 نقطة، من 10 أسابيع يعني أسوان وغزل المحلة أنا فاكر، لأن هما كانوا وصلوا لمرحلة كويسة جدا في المربع الذهبي فضلوا واقفين مكانهم لغاية ما بقوا مهددين بالهبوط. أسوان وغزل المحل. لا هي الماتش الإسماعيلي يا شباب ممكن تشوفوا لنا ماتشات الإسماعيلي مين والطلائع مين وأسوان مين والداخلية مين، لأنه اللي أنا عارفه إن الداخلية هيلاعب الإسماعيلي ماتش، والماتش التاني إسماعيلي والاتحاد. الإسماعيلي إسماعيلي والاتحاد كويس. أسوان عنده ماتش الطلائع أوف في في القاهرة وبعدين برضو والماتش التاني والأخير الداخلية يا خبر، الداخلية في أسوان على ما أتذكر تهيألي. ماتشين صعبين جدا، مش عارف شباب شوفوا لي الحاجات دي وابعتوها لي. ماتشين صعبين لو كده بالنسبة لأسوان لأن فرقتين برضو بيصاروا على الهبوط. بس هي الماتشات دي هي
هي اللي تقعدك او لا. بس بقى للاسف قبل الماتش بنقعد نقول دي ماتشات جامده وبتاع يعني. من الاسبوع اللي فات ده الماتشات دي برضو كان الاسماعيلي مش فاكر كان بيلعب مين وتعادل، كان بيلعب اسوان في اسماعيليه. اسوان في اسماعيليه قلنا ماتش، انا من قبليها بقى الناس كلها بتقول ده ماتش جامد، اتفرج على الماتش مفيش كور، ماتش وحش قوي يعني، لازم فرقتين ينزلوا لو حق ربنا يعني، لو مفيش تعاطف على الاداء الفني اللي انت بتشوفه لا ده ايه ده، لا مفيش حاجه خالص. معلش بيبقى ضغط، هي بتبقى بس ايه القصه دلوقتي عشان في صراع، ولكن بتتفرج على الماتشات برضو هتلاقيها مش كويسه مش كويسه فنيا.